مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. في البداية نبدأ يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، هناك احتمال لتشكل الضباب في منطقة جدة ورابغ في ساعات الصباح الباكر، وأيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، قد تمتد إلى مكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة، تؤدي إلى ظهور الغيوم الركامية وبالتالي سقوط زخات رعدية متفرقة. أما درجات الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 42 معدل عظمى والصغرى 27، المناطق الغربية معدل عظمى ما بين 36 إلى 38 والصغرى 21، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 27-17، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى 43-29، المناطق الشمالية الشرقية 43 إلى 29 مع ظهور بعض السحب، والمنطقة الشرقية 44 إلى 30. أما يوم الاثنين هناك إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشمالية الغربية وأجواء حارة مغبرة، العظمى 42 والصغرى 26، المناطق الغربية العظمى ما بين 36 إلى 38 والصغرى 31، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 27-18، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 44 إلى 29، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 42-29، والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45 إلى 30 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الحارة، المنطقة الشمالية الغربية 41 إلى 23، المنطقة الغربية ما بين 37 إلى 39 معدل عظمى والصغرى بحدود 31، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئية مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 27-19، منطقة الرياض أجواء غائمة جزئية أجواء حارة العظمى 44 والصغرى 28، أيضا أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، الشمالية الشرقية 44 إلى 28 والمنطقة الشرقية 46 إلى 30 درجة مئوية. يوم الأربعاء في هناك انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، والعظمى المتوقعة بحدود 37 والصغرى 23، المناطق الغربية أجواء غائمة جزئيا خاصة منطقة جنوب المدينة وأيضا مكة المكرمة، وكذلك المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا، هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر فترة الظهر وما بعد الظهر والمساء، المناطق الغربية العظمى المتوقعة ما بين 37-39، والمناطق الجنوبية الغربية ما بين 28-19، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 43-29، والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 41-27، المنطقة الشرقية 43-30 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع قليل على الحرارة في المناطق الشمالية الغربية 38-24، المناطق الغربية ما بين 36-38 العظمى والصغرى بحدود 30، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 27-19، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 43-28، المنطقة الشمالية الشرقية 40-28، والمنطقة الشرقية 42-29 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، الشمالية الغربية 41-26، المناطق الغربية ما بين 35 إلى 38 العظمى
والصغرى 30 درجة، مع ظهور أيضا السحب الركامية أحيانا خاصة في منطقة مكة وجنوب المدينة، وهناك فرصة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة. في المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة، العظمى 27 والصغرى 19، منطقة الرياض 43-29 أجواء حارة، المنطقة الغربية الشمالية الغربية 41-27 والمنطقة الشرقية 41-29 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.